في هذا الشهر الكريم في نهايته التكبير مشروع، التكبير مشروع وفيه أجر كبير، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وذلك التكبير عند إتمام الصيام من رؤية الهلال إلى صلاة العيد، هذا التكبير لشكر نعمة الصيام والهداية للإسلام والطاعات كلها شكر، فمن لم يطع الله ورسوله لم يكن شاكراً.